اجي به بالك عليا يا بنتي من مول عيوني بنتي اجي به بالك عليا يا بنتي عقلي وانت عيني يا بنتي شحال عجبتيني يا بنتي دراعك تعالي حوزيني يا بنتي انتي عقلي وانتي عيني يا بنتي انا بنيتي فنانه الاصل ديالي بنت سيدي بنور انا يزال بنوريه بنت في التكريم الاول وبنت في التكريم الثاني ديال الكبورين وبنتي وانا خدامه دابا ملي كتسالي مثلا عيطوا عليا التكريم وهذاك ما عيطوش عليا كنخدم بنتي في العراس يديوني الحباب نخدم عندهم نغني ليهم نضحك معاهم نشطح معاهم بخير وعلى خير مشرفة. أنا كنت بنتي شيخة في الأول كنت شيخة فنانة كنت مع السخلق الله رحمه كنت مع فاطمة بتحوسين الله رحمها فهمتي بقيت خدم معاهم في العراس ملي سالينا ما كبرت ولادي كبروا تزوجوا جلسوا معايا عدي نسيب وعدي ولادي بنتي مجوجة بحدها فقادير وانا في الدار لا ما تسوق حتى واحد نقول حتى واحد اللي عرض عليا نهز طهريجتي ونهز الربعه ونمشي عندو صافي لمن غنقول والدي كانوا موافقين والدي ميتين بنتي والدي ميتين الفقر غيزيدني اللهم نزيد نخدم ونجيب ما ناكل انا وولادي ولا شنو غندير ما بقاتش مواتياني حتى حاجه هادشي اللي كاين بنتي اللي كندير نمشي ندخل العراس الزينين نخدم نغني نضحك نلعب نجيب فليساتي ونجيب رزقي ونجيب حالي بنيتي هادشي اللي كاين الغد اللي عيطوا عليا ثاني نمشي اللي معروفه بها غاديري في الدوايا وغاديري وداك المرضي في الدوايا وغاديري تاع النفس وتاع العنايه وغطلقيها عدو الزين عدو الحمام دايرو في دارو والله إله دايرو في دارو عدو الزين عدو الحمام طلقت في الاول ما يشهدك زعما طلقه هذا ولا طلقه هذا ولا اللي طلقت نقولها عجبتني في صوتي نقولها ما كاين تا شكون خرج هادي ولا شكون حتى واحد داك الشيء كيتسمى مدح نخرج نخدم في العربيه انا عايشه مع العربيه نخدم معاهم نخدم مع ديال المدينه نخدم نمشي من الرباط نمشي للدار البيضاء نمشي هادي صافي فين ما عرضوا عليا نمشي عندي الكارت في زيت عندي التليفون فين ما عيطوا عليا بنتي نمشي عندهم رساله للمراه المغربيه عندها بزاف ديال الطموح وعندها بزاف ديال الحوايج وهازه اي مسؤوليه ملي كنبرك بنتي كنمشي نجيب فياج ديال الطريجه وكنبرك نبيعو نحط واحد الفياج ونبقى نجلس نبدا نبيع فيه هو القود ديال الدراري فهمتي المرأة اي حاجه كديرها اي حاجه كتخدمها خدامه المرأة بين قوسين في الدار في هذا وقرينا وليداتنا وخدموا لينا وحنا بخير وعلى خير بنيتي